شاء الله تعود الحياة، تعود الحركة، مطاعم إن شاء الله، مقاهي بإذن الله، كل حاجة ترجع بإذن الله إن شاء الله، وتبقى الدنيا تمام ومفيش حظر تجوال من يوم السبت خلاص، ووسائل النقل تتوقف الساعة 12 بالليل وتبدأ الساعة 4 الفجر إن شاء الله. ولكن تعالوا نشوف كمان في المحافظات النهاردة، كمان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بيتابع المحافظات الإجراءات التنفيذ قرارات الحكومة ورئيس الوزراء امبارح بعودة العمل والنسب المحددة 25%. معنا دكتور خالد قاسم متحدث باسم وزارة التنمية المحلية، مساء الخير على حضرتك. مساء الخير على حضرتك أحمد بيه وعلى أهلنا في محافظات مصر كلها. فندم اللي هيتم إيه فندم بالنسبة للمحافظات وتطبيق قرارات الفتح إن شاء الله والعودة اعتبارا من يوم السبت؟ خلينا نقول يا فندم آلية تنفيذ تكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء امبارح مع الوزير اللواء محمود شعراوي أصدر كتاب دوري للسادة المحافظين رقم 180 سنة 2020 أمس العصر. فيما يتعلق فندم احنا هنتكلم دلوقتي في اشتراطات عامة. ايوه، اشتراطات عامة للأماكن واشتراطات عامة للعاملين واشتراطات كمان بالنسبه للرواد اللي هيرتادوا هذه الاماكن، وبالاضافه الى كمان اشتراطات عامه بالنسبه لاماكن التيكاوي او الدليفري. لو ابتدينا في الاول كده مع بعض يا فندم فيما يتعلق بالاشتراطات العامه لفتح المطاعم والكافيهات محلات الحلويات اللي مترخصها من وحدات الاداره المحليه، كذلك الامر مع الوزير اللواء محمود شعراوي نسق امس مع السيد وزير السياحه في الاتي. أي منشأة سواء مطعم كافيه حلواني هيقوم مدير المنشأة دي أو المسؤول عنها بتوقيع إقرار بالتزامه بالضوابط والاشتراطات الخاصة بالسماح بعملية التشغيل. يوقع إقرار لمين؟ مين اللي هيخليه يوقع إقرار الأول؟ وحدات الإدارة المحلية. وحدات الإدارة المحلية، نعم، المختصة. طيب الإقرار ده فيه إيه يا فندم؟ أيوه، إن هو ملتزم باستقبال رواد بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية للمكان بتاعه. كويس. ال 25% تتطبق ازاي؟ الترابيزات اللي موجوده ما بين كل ترابيزه والثانيه مترين تباعد. اللي قاعدين على الترابيزه ما بين كل واحد والثاني من اللي قاعدين على الترابيزه متر تباعد. طيب احنا دلوقتي عيله داخله 4 5 6 وارد ومقبول، اكتر من كده صعب. يعني ايه؟ يعني الترابيزة لو أسرة يا في حدود 6 أفراد، حد عامل عزومة لقرايبه وأهله وكده ممنوع ما يقدرش؟ لا حضرتك بقى لو عايز تعمل حفل بقى عيد ميلاد والكلام ده محظور. محظور محظور. حضرتك ما احنا كل الإجراءات دي يا فندم لمنع التجمهر. نعم، عيد الميلاد محظور الفترة دي. بالظبط يا فندم. مفيش في بره أعياد ميلاد. لا يا فندم. حضرتك أسرة أكتر من 8 ممنوع إنها تدخل. أكتر من 6 يا فندم ممنوع إنهم يقعدوا على ترابيزة واحدة، بس ممكن يقعدوا على ترابيزتين. ترابيزتين. بس هيبقى أمر صعب، يعني أسرة رايحة تقعد مع بعضها يقسموا نفسهم. واخد بال حضرتك؟ نعم. فالفكرة كلها بحد أقصى 6. نعم. طيب خلينا نخش كمان على مرحلة دلوقتي المكان. المكان يتطهر ويتعقم كله، الاساس اللي موجود، المفارش اللي موجوده تتطهر وتتعقم في المكان كله. قبل الفتح وبعد القفل ولا في بالنهار كمان؟ اثناء اليوم يا فندم. اثناء اليوم بيعقم. دلوقتي احنا قعدنا على ترابيزه كلنا مع بعض. المفرش. حضرتك مصر تحط مفرش قماش بعد استخدامه لمره واحده، حضرتك بتلمه وتدخله يتغسل ويتطهر ويتعقم.